حياكم الله من جديد. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، انطلقت الفعاليات السابعة من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، وهو أحد المعارض الرائدة في منطقة الخليج العربي التي تحظى باهتمام محلي ودولي، ويستمر لمدة 3 أيام، ويشارك في المعرض نحو 160 عارضا يمثلون 20 دولة. وشدد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري على أهمية المشاركة الفعالة من الشركات والمؤسسات في دعم معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة. وقال إن المعرض أصبح علامة مميزة ونقطة تحول في مسيرة المعارض الدولية، وأصبحت له مكانة إقليمية ودولية، وخير دليل مشاركة 20 دولة من دول العالم فيه و160 عارض. ولفت إلى أن الهيئة تدعم كافة المعارض السياحية، وفي مقدمتها معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، وهي خطة الهيئة في وجود مثل هذه المعارض التي تثري الجانب السياحي. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الأستاذ سلطان المنصوري، مدير مكتب هيئة أبوظبي للسياحة في السعودية. هلا ومسهلا أستاذ سلطان، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية، لما نتكلم عن وجودكم في معرض جدة للسياحة والسفر ل3 سنوات على التوالي، وأنتم أيضا راعي رسمي لهذا المعرض، حدثنا عن أهمية مشاركتكم في معرض جدة للسياحة والسفر، أو في مهرجان جدة، نعم، في معرض جدة للسياحة والسفر. حياكم الله ومشكورين على الاستضافة. طبعا معرض جدة يوفر معرض جدة الدولي للسياحة والسفر منصة إيطالية للتعرف توجهات في قطاع السياحة والتواصل مع السياحين والخبراء والشركاء في منصة. طبعا إلى جانب الجدات الراهنة التعاون لتنظيم جولات السياحة الأبوظبي أو حتى إضافة الأحداث والفعاليات المهمة عالميا، وكذلك ما ننسى التعريف بالمنتجات والمعالم الترفيهية التي تقدمها الهيئة للزوار من دول العالم. طبعا مشاركتنا أصبحت تكتسب أهمية كبيرة بعد عام. طبعا نحن نثمن دور الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية الخاصة من أجل تقديم الملامح السياحية لإمارة أبو ظبي الإمارات. نعم. طيب، إذا مشاركتكم قيمة، هذه المشاركة القيمة أستاذ سلطان في معرض جدة للسياحة والسفر، ودعنا نقول أن المعرض اليوم أصبح علامة مميزة ونقطة تحول في مسيرة المعارض الدولية، وأصبحت له مكانة إقليمية ودولية. حدثنا عن مشاركتكم وأهمية وجودكم في معرض جدة للسياحة والسفر. صحيح، كلام صحيح. طبعا معرض جدة من أهم المعارض في المنطقة هذه. طبعا احنا في أبو ظبي للسياحة والثقافة من خلال الجناح المتواجد نحصل على الترويج لإمارة وتنشيط الحركة السياحية في إمارة أبو ظبي، وكذلك جذب السياح الزوار إليها. ليش كل هذا؟ طبعا للاطلاع على الخطوط السياحية المتميزة بما يساهم في ترسيخ مكانة أبو ظبي على خريطة السياحة العالمية، وخاصة أن من خلال تواجدنا في هذا المعرض نبرز الوجه الحضاري المشترك للدولة. نعم. مدى التطور الهائل الذي تشهده إمارة أبو ظبي. نعم، أيضا أستاذ سلطان، حصدت هيئة أبو ظبي للسياحة والسفر أفضل تطبيق حكومي ذكي عن فئة السياحة، حدثنا عن هذا التطبيق وحصولكم على أفضل تطبيق ذكي. طبعا نحن تشرفنا هذه الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم في القمة. طبعا هذا التطبيق تعب عليه كثير، والتطبيق هذا عليه سنين كثيرة، حيث أن قدرنا نوفر أفضل المعلومات الموجودة بحيث أن يجينا الزائر لإمارة أبو
العقبي ما يواجه أي صعوبة من حيث المعلومات، من حيث المطاعم، من حيث الوجهات السياحية المختلفة، كأن هذا التطبيق يعني في يتكلم فيه 7 لغات وليست يعني لغة أو لغتين، بحيث أن نحن نقدر نجذب أكبر عدد من السياح من حول العالم. نعم. طيب أستاذ سلطان، أيضا هناك أمسيات أدبية تقومون بها، حدثنا عن تلك الأمسيات وأهميتها أيضا. طبعا إمارة وظائف حافلة بالفعاليات بالأمسيات المختلفة، نحن ندعو جمهورنا أنهم يطلعون الموقع الإلكتروني لفيزيت أبو ظبي .com أو أبو ظبي إيفنت .ae، عفوا فيزيت أبو ظبي .ae، راح يلقون فيها كل الفعاليات المختلفة اللي تتناسب مع كافة الأعمار، سواء كانوا صغار أو كبار. يعني حاليا نحن عندنا مشاركة خاصة الدولة في جناحنا في الجنادرية، كذلك إخواننا السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أنهم يتوجهون الأيام الأخيرة وأنهم يزورون جناحنا في مهرجان الجنادرية. نعم. أستاذ سلطان، عندما نتكلم عن دوركم في الهيئة، في هيئة سياحة أبو ظبي، هذا الدور الذي يسهم في تعزيز اقتصاد إمارة أبو ظبي من خلال ما تقومون به من تشجيع السياحة في إمارة أبو ظبي، حدثنا عن دوركم وأهمية أيضا تنوع مصادر الدخل وجعل السياحة أحد مصادر، أحد تلك المصادر. طبعا السياحة أي دولة في العالم هي رافد مهم من رافد الاقتصاد لأي بلد. طبعا نحن في إمارة أبو ظبي من خلال هيئة الاقتصاد السياحة والثقافة نشجع كافة الجهات، الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة، أنهم يتوجهون إلى أبو ظبي لعقد مؤتمراتهم المهمة لاكتشاف الفرص نعم. الاستثماريه الحقيقيه الموجوده في اماره ابو ظبي، وذلك من خلال نعم. اداره مكتب المؤتمرات. فسفر ابو ظبي الان بوصله لكافه المستثمرين من حول العالم. نعم نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، الأستاذ سلطان المنصوري مدير مكتب هيئة أبو ظبي للسياحة والسفر، شكرا جزيلا.